عسلامة، مرحبا بيكم. الوصفة نتاع اليوم مقرونة باللانشوا. هذه اللانشوا اللي باش نطيبها مقرونة. انا باش نطيب المقرونة النوع هذايا. احنا نطيبوا المقرونة اللي ساعدنا. انا خذيت المقرونة الببوش. النجم ناخذ المقرونة الجرابط ولا البروسر بالالوان والا حتى بيضة اللي عندنا الموجود في الدار. وهذه اللفاح اللي باش نفوح بها المقرونة. حضرت شوية بصل قصيته، حبق شايح ومحطحط، راس ثوم هرسته، فلفل اكحل، هريسه، زيت زيتونه، ورقتين رند باش نحط فيها، ملح، تابل، كركم، طماطم شايحه وملحيه، وباش نحط لها شويه طماطم معجونه. توا ساعه باش نبدا اكل لانشوا، باش نصب لها الماء وباش نخليها تتنفخ في الماء باش يتنحى الملح نتاعها. اقل شيء نخليوها ساعه كامله ولا حتى اكثر الملح، باش الفطور ما يجيناش مالح. توا نخليها هذه تتنفخ، وباش ناخذ المقلة باش نبدا نحضر الصلصة. نصب الزيت مقدار تاع 8 مغارف زيت، نحط البصل اللي قصيته، نحط الثوم، نحط ورقتين رند، نحط شويه طماطم الشايحه والملحيه، ما نحطوش برشا دوبيلنا خاطر الطماطم فيها الملح، شويه هريسه، شويه تابل، شويه كركم، شوية فلفل اكحل. بالنسبة للملح مانيش باش نحط على خاطر لانشوا فيها الملح، باش ننفخها نحيلها الملح نتاعها، والطماطم الشايحة الملحية فيها الملح، بعد نذوق وكان ناقصة ملح نزيدوها. باش نحط شوية طماطم معجونة، شوية مش برشا، نصب شوية ماء باش نحلك الهريسة والطماطم. ونخلط. هاني كملت خلطته، وتوا باش نخليه يشرب الملح واللفاح حتى تحضر كل لانشوا اللي نفختها في الماء. اللانشوا خليتها ساعة ونص تتنفخ في الماء حتى تنحى الملح متاعها، وبدلت لها ماها 3 مرات، وتوا باش ننقيها ونحيلها السلسول متاعها. وراهي وصفة سهلة في ساعة تحضر. ركبوا كل شيء مع بعضه. هاني حطيت الماء متاع المقرونة باش يسخن، وتوا باش نركب الصلصه، نحطها تيب الصلصه. هاني حطيت نقلي فيها على نار واطيه الصلصه، تقليت. توا باش نصب لها شويه ماء، ونغطيها ونخليها تغلي 10 دقائق. الماء غلي، نحط شوية ملح، نرمي المقرونة، نحرك في الباكو محطوطة عليها 15 دقيقة تطيب على نار واطية. انا باش نخليها تطيب 12 دقيقة و3 دقائق باش نكمل نطيبها في وسط الصلصة. الصلصة تغلي عندها 10 دقائق. توا باش نحط لها اللانشوا اللي نقيتها ونحيت لها الشوك نتاعها ونحيت لها السلسول ريفات هذوما. باش نحط شوية حبق ونخلطها. ونغطيها ونخليها تزيد تغلي 2 دقائق حتى نسقي المقرونة. المقرونة طابت، وهاني توا باش نسقيها.
المقرونه باش نحطها فوق الصلصه اللي طيبتها. باش نحط شويه فلفل اكحل ونخلط. وبعد ما خلطتها توا باش نخليها تزيد الطيب 3 دقائق. المقرونه طابت وهني توا باش نطفي عليها في الصحين. المقرونه هني كملت عبيتها، توا باش نرش عليها شويه حبق اخضر، واذا كان ما عندناش حبق نجمو نحطوا لها شويه معدنوس. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وبالسلامه وشاهيه طيبه.